هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ الأمر في ذلك واسع، ليس في الباب خبر صريح عن صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك خبران، عفوا، هناك رأيان. الشافعية يقولون بتسليمتين من صلاة الجنازة لحديث ثلاثة من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، في سندي حماد بن أبي سليمان في ضعفه قريب، لكنهم قووه بالقياس على الصلاة المعتادة، فذهبت الشافعية إلى التسليمتين في صلاة الجنازة. والحنابلة وغيرهم يرون تسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض الصحابة.